كابتن أسامة، انتوا يعني كل الالعاب اسعدت المصريين، بس احنا قلبنا بيتكسر من الكوره. انت عارف ان احنا قلبنا بيفرح وبيتكسر من الكوره. انتوا فعلا اسعدتوا المصريين بالمجهود اللي انتوا عملتوه في المنتخب الاولمبي. خليني اكلمك بقى على محمد صبحي. انت كنت متاكد ان محمد صبحي سيؤدي هذا الاداء العظيم في البطوله، وان هو ياخد افضل حارس مرمى في البطوله اللي فاتت، البطوله الافريقيه؟ بص يا مدام لميس، انا كنت متاكد من حاجه واحده بس، ان محمد صبحي اما يلعب هيبقى كويس قوي، ان عمر رضوان الحارس اللي معانا هيبقى كويس قوي، عمر صلاح الحارس الثالث هيبقى كويس قوي، مصطفى شوبير حتى اللي تم استبعاده من في الاختيار لثلاث حراس برضه هيبقى كويس قوي، لان احنا عندنا سيستم وعندنا تكتيك الحراس كلها بتشتغل بيه. اللي بيفصل في الاخر موهبه كل واحد في ادائه وقراراته، هو اللي بياخدها في الملعب، مش احنا اللي بنقدر نطلعها له. محمد صبحي كان جاهز. احنا كان عندنا مشكله يمكن الجميع يعرفها في الشارع المصري، ان احنا ما كانش عندنا حارس مرمى بيلعب في الدوري المصري باي بصفه اساسيه، وكان الجميع بعيد، وكان في مشكله في حته لعب الحراس في الدوري. انما كنا بنشتغل مع محمد صبحي وزمايله على حته النماذج ووحدات تدريبيه مشابهه لموقف المباراه بالظبط. النماذج دي كنا بنقعد نكررها كتير بدون لا زهق مني ولا زهق منهم، وده كان الاتفاق اللي ما بيني وبين الحراس، لان انت محتاج نعوض المشكله بتاعت عدم اللعب دي في وحدات تدريبيه كتيره تبقى مشابهه لموقف الماتش. اشرح لي ليه مش حد من اللاعبين، بس انا عارفه محمد صبحي في الزمالك. في الزمالك بس ما بيلعبش. بس ما بيلعبش. بالظبط. ما هواش الجول كيبر الرئيسي. بالظبط كده، يعني هو حارس مرمى بيتمرن من ضمن الحراس، يمكن حتى الماتشين ومحمد صبحي افضل حارس في افريقيا، ماتش في الدوري بره، ماتش في افريقيا بقى في الكاس بره، ماتش في الدوري، مش ملهوش تواجد حتى وهو افضل حارس في افريقيا مع نادي الزمالك، لان نادي الزمالك فيه محمد عواد وفيه محمد ابو جبل ولسه هيرجع بالنسبه لهم جنش. فهنا حته لعبه فيها صعوبه شويه، لان هم دايما مركز حراسه المرمى مركز رخم، هو الحارس واحد. الحارس واحد لازم يتعب ويشقى فيه ويشتغل فيه بشكل كبير جدا. بيحتاج دايما كل مدير فني مرتبط ارتباطه بالنادي بالنتائج اللي بيأديها. فمركز حراسه المرمى محتاج فيه دايما حارس عنده خبرات، عنده ثقه بالنسبه للمدير الفني انه ما يلعبه يبقى عنده ثقه في ادائه، فعنده ثقه. فده مع المراحل السنيه الصغيره بتبقى صعبه الا لما يكون المكان فاضي، زي نادي انبي دلوقتي بيطلع فيه حارس صغير في السن اسمه محمود جاد. لان كل الجيل ده من لعبتنا بتاعه المنتخب الاولمبي. انت عينك بقى كمدرب حراس مرمى، وانتوا بتختاروا اللعيبه وانتوا بتختاروا حراس المرمى، بيبقى عينك بتختار ازاي؟ يعني ايه المقومات اللي انت بتختار على اساسها بتلف النوادي وبتبص طبعًا وبتشوف بس بتقولي ان الصعوبه، ودي حقيقه ان الصعوبه ان دول ما بيلعبوش، ان حراس المرمى مش بيلعبوا، فانت مش عارف تشوفهم، بتعرف تختارهم ازاي؟ يعني ازاي اخترت صبحي؟ اخترنا صبحي، كان بيلعب في السنه اللي فاتت مع نادي بتروجيت، فكنت بروح اتفرج عليه لسه بيلعب الماتشات الوديه، يعني حتى ما كانش بيلعب في الرسمي مع نادي بتروجيت. كنت بروح اتابعه في الماتشات الوديه اللي كان كابتن طارق يحيى هو المدير الفني لبتروجيت السنه اللي فاتت، وكان بيعمل تاني يوم المباراه الرسميه مباراه الوديه يشوف فيها اللعيبه التانيه، فكانوا بيلعبوه شوط من ضمن الاشواط اللي كانوا بيلعبوها في المباراه الوديه، فكنت بروح المشوار اروح له بترو سبورت، اروح له للسادات اللي بيلعبوا عليها عشان اروح اتفرج عليه واتابعه. ابتدى يلعب مع نادي بتروجيت من نهايه الموسم كده على فترات مختلفه لحد ما نادي الزمالك اشتراه السنه دي. اما اشتراه نادي الزمالك السنه دي فقعد خالص ما بقاش ليه دور. خدناه احنا بعد التجارب بتاعه اللعب دي، لعبناه مع المنتخب الاولمبي اول مباراه رسميه ليه في شهر 11/2018 مع المنتخب، كسبنا تونس مباراه 1-0 وادى بشكل كويس جدا معانا. هنا تم الاختيار، احنا كنا موسعين القاعده على 10 حراس مرمى للمنتخب الاولمبي تم ضمهم في خلال 20 شهر اللي فاتوا. ال 10 حراس تم تصفيتهم لاربع حراس اللي كانوا موجودين معانا، وبعدين في البطوله بقوا الثلاث حراس. اشتغلنا عليهم على مبدا تكافؤ الفرص واحده، لان ما عندناش حد افضل من حد بعدم اللعب. ليه استبعدت مصطفى شوبير؟ استبعدنا مصطفى شوبير لان كان لما جينا نعمل الميزان بتاع العدل بتاع الشغل
لقينا ان عمر رضوان لعب اكبر عدد ماتشات في الدوري سابقا، وكان اخر ماتش بالنسبه له في شهر 11 2018، لعب 9 ماتشات مع المنتخب الاولمبي. عمر صلاح بعديه في الترتيب عدد الماتشات في الدوري مع نادي الزمالك قبل ما يروح لسموحه، و6 ماتشات مع المنتخب الاولمبي. محمد صبحي اقل عدد في ماتشات الدوري و4 ماتشات مع المنتخب الاولمبي. اما جينا نشوف الرصيد، رغم ان كان مصطفى ماشي بشكل كويس جدا وكان متفوق في بعض في اوقات كتيره جدا على الناس، وكان بينافس منافسه شريفه جدا مع زمايله على وجوده من الثلاثه، انما جينا نشوف مصطفى ما لعبش حاجه في الدوري الممتاز ماتشات، ما لعبش معانا غير شوط واحد بس بمباراه جنوب افريقيا الوديه. فكنا هنا الرصيد بتاع العدل اتجه لاتجاه الثلاثه اكتر من مصطفى، انما مش تقليلا من قيمته طبعا.